نعم، المهم أن حصول الذين يعتمدون على الأسباب ويظنون أنها هي المؤثرة أنهم مخطئون في هذا. الأسباب إنما هي مجرد أسباب، والتأثير والنتائج إنما هي بيد الله، فيجب الاعتماد على الله جل وعلا مع فعل الأسباب التي شرعها لهم. فتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في العقيدة. فالمسلم يفعل الأسباب ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.